تتعلق في بأن لي تجارب كثيرة في المجلس فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وأعرف بأن معالجة الموضوع قد تكون أسرع وأسهل من خلال محاربة الملاحظات والسلبيات اللي أتكلم عنها بمرسوم ضرورة، وإذا كان عندنا وجهة نظر في هناك معترض عليها ففي المجلس القادم بالإمكان رفضها والعودة إلى التصويت اللي تراه الأكثرية. ما يتعلق في موضوع الإجراءات الخاصة بقوانين أو مراسيم الضرورة، هي بحسب نص المادة 71 بيد سمو الأمير. فيما يتعلق واللي هي الآن تحت نظر سمو الأمير ودراسة سمو الأمير، أما ما يتعلق في موضوع العدد الأصوات والدوائر، ما يتعلق بعدد الأصوات هناك قد يكون في اختلاف بالمجتمع حول هذا الموضوع، وأنا من المختلفين في هذا الموضوع، وهذه هي الديمقراطية.